دخيلك يا رب تساعد أخي وتكون جنبه. دكتور دكتور، مشان الله قول إنه أخي هزار بخير. دكتور شلونه ابني؟ خلصت العملية؟ ما خلصت العملية، مع الأسف صار معه شوية مضاعفات وقت العملية، وقف قلبه للسيد هزار. ايه بس هلأ السيد هزار صحي وعم يصارع الموت لحتى يعيش. طب هو بخير؟ ايه بابا سمعنا في الخير وعم يتحدى الموت ويصارعه، رح يعيش مشاننا. هزار رح يعيش مهيك، رح يرجع بسرعة، رح يعيش لا تخاف. طيب امتى بتنتهي العملية؟ لسه مطولين، ما في داعي انكم تضلوا هون. اذا بدكم روحوا على البيت او في كافيتيريا تحت ترتاحوا فيها بلا ما تعبوا للعم هون. بعدكم خبر مع الممرضة اذا صار اي شيء. معافي. شكرا لك دكتور، الله يبارك فيك. العافية. جدي سمعت الدكتور لسه ما خلصت العملية، خلينا ننزل على الكافيتيريا تاكل شيء لتشرب الدواء بترجاك يا جدي. ما فيني رح ابقى، بركي ابني طلب شيء مني. لا بابا لا تساوي هيك، سمعت الدكتور، بعدين الممرضة رح تخبرنا اذا صار معهم اي شيء، خلينا نشم هوا نظيف، وبعدين بلا ما يشوفك اخي بهالحالة رح يزعل كتير. يلا يلا امشي معي ابني. يلا يلا امشي بابا امشي، خلص لا تزعل لا تتضايق. يا رين نزلي جدك لتحت. ايه هندان. ها الو جيهان، كيف صار هزار؟ منيح الحمد لله، هو بالعملية وقال الدكتور رح يكون بخير. حبيبي انا كتير مشغول بالي والله، رح موت من قلقي، خليني اجي لعندكن. لا انت حامل ما في داعي تجي على المشفى، اصحك تجي بلا ما ننشغل فيكي كمان، وبعدين شو رح تساوي هون؟ جيهان نيران اجا على المشفى كمان؟ سوا شي لا هلأ مو وقتها يا هندان. مثل ما بدك، بس بترجاك خبرني إذا صار شي. تمام يلا يلا. أمي بترجاكي لا تساوي هيك، بابا ما رح يتركنا أبدا، هو مستحيل يروح ويترك كل هالحملة علينا. دعي له انه يتعافى ويقوم بالسلامة. مرت عمي اشربي لك كاسة مي تفضلي. شكرا ابني. كله بسببي انا. ريان انت شو لك علاقة؟ مو هداك الوقت. ما توقعت هيك يصير، لما ميران ما اقتنع مني اجيت وطلبت هالشي من ابي، خطر لي اذا بابا لقى دليل مشان يورجي الحقيقة لميران وقتها بيقتنع وبهالطريقة بيتراجع عن انتقامه. يعني اذا نسي الحكايات اللي حكت له اياها عزيزة وقتها منعيش بسعادة. لو ما رحت لعند بابا قلت له ساوي شي لتثبت له الحياة ما كان صار يلي صار. لك انت لعبتي بعقل ابوكي، انت خليتي يروح هنيك، انت يلي بعثتي على الموت. ميران كان مرة هدد ابوكي وقال انه رح يقتل. خلاص انا ما بخلي بهالشي، ما كنت بعرف انه رح يروح على القصر، ولو بعرف كنت وقفته. يلا نلعن هون، ما كفي شكي 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 شكي. أنا طلبت مساعدة أبي، ما قلت له يروح على القصر، حتى قسما بالله ما بعرف شو السبب اللي خلاه يروح لهوني. بنتي تعرفي إنه أنت ورطتي أبوكي بمشكلة ميران كمان؟ هداك الواطي إجا على بيتنا بكل وقاحة وصرخ وهدد قدام الكل وقال بده يقتل أبوكي مشان ينتقم لأهله. فكرتي عم يمزح وما بيساويها؟ انت كيف بتوثقي برجال اقسم يمين انه رح يحطه لابوكي بالقبر؟ يلا ريان يلا روحي من هون بنتي، روحي وبلا ما تزعجي حدا. بكفي بقى ريان، ما رح تروح لاي مكان ابدا، بنتي ما رح تروح لعند ميران ولا على اي مكان تاني، انتهينا. بنتي من اليوم ورايح ما عاد الى اي صلة بهداك الرجال. بنتي ريان رح تتطلع من ميران، بنتي ريان رح تتطلع من ميران.